برنامج بيحكي كل شيء شي. وضيوفنا لليلة كان توت خاركيتيان مازن كيوان دارين بنت ميرا سماحة وربيع نحاس أرزش ضياء برونو طبال سارة حازم غيداء نحال أن ماري سلامة وتامر عاشور وأكيد صديقنا نعيم حلاوي كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف الأحوال؟ الحمد لله ماشي طمنونا عندكم الحمد لله، يعني الأحوال مش كتير منيحة بس حديث البلد بيضلوا يكفي إيه طبعاً ويمكن صار وقت نحكي كل شيء عن كل شيء عن جد ما هيك؟ ابتداء من اليوم أو بكرة؟ ابتداء من أول امبارح كيفك نعيم؟ أنا منيح الحمد لله مشتاقين والله معقول تعمل هيك ضرب الأستاذ سيرش يعني؟ ذكريني بس شو هو الضرب اللي صار؟ إنه بترش كل هالسبراي على شعرك وهو قاعد وعنده حساسية ما بتعرفي حواجبي أنا أوقات بدهم قال لي مش معقول عم بروح لعنده قال لي عبقني قال لي الكوافير ما ترك له شعراته ورش سبراي رش سبراي عبق هو كمان كان عم برش سبراي فطلعنا شوي هيك قال لي بس لهون تنظبط حالنا بتعرفي نحن اوكي انت شو بتعمل جايب لهم مشط او شيء انا عندي فرشاه حواجب اذا بدك في طريقه معينه على الكهرباء بستعملهم مثل نقزة كهربائية تضلهم حتى يضلوا عايشين حتى ما يلحقوا غيرهم يعني نعيم قبل ما نبلش بدنا نرحب ترحيب كتير كبير بتلاميذ السانكيام كاتريام تروازيام من سانت فامي بشري واللي اجوا لعنا لهم على استوديوات الام تي في اهلا وسهلا فيكم مين بروفي يعني عنده السنة؟ بتقولوا ان شاء الله يصير في افادات ولا حابين تقدموا؟ تقدم ناخذها عن جداره مش مثل نعيم بالزعبره كله طلع هو السنه عنده باك تو نحن قلنا بالحلقه الماضيه ما فينا نغير ما نضلنا على نفس السنه على نفس السنه ايه لبعضنا بنفس السنه المدرسيه مش المصداقيه نعيم بدنا نخبر مشاهدينا انه مركز سين جود عم بيطلق صرخه لدعم الاطفال المصابين بالسرطان لطيله شهر نيسان من خلال حمله سهله بتتطلب ارسال اس ام اس على ال 1105 وهيك بتكون برعت بدولار واحد لهالاطفال واليوم المعلومات بتقول انه هالعدد بتزايد بلبنان وبالعالم العربي مع العلم انه سين جود لحاله صار مطبب لهلا وشافي 1000 طفل مصاب بالسرطان فيا ريت المشاهدين وكل حدا بيحمل التليفون هلا وبيبعت وين تليفونه معي معك طيب بليز لك انا ابعث لي بس رساله فاضيه على ال 1105 وادفع لك شي دولار شي مره معلش لا في شغله انه كل العالم مثلا بحبوا اوقات يعملوا اشياء منيحه هيك يعني اكيد بس لما تحكيهم بهذا الموضوع يا اما باجلوه او شيء مش لازم لازم دغري لما صح. يقرروا انه صح رساله فاضيه اوكي على ال 1105 مشان اوكي سين جود وبترسم بسمه على وش حطوا دعايات بالوقت ولا لا 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 ما رح نحط دعايات بدنا نشوفك عن جد عم تبعتها طيب اوكي قد ايه الرقم سوري 1105 ميرسي نعيم انت على كل حال معروف بان
انسانيتك وقديش انت بتحب الاولاد، وان شاء الله عن قريب نشوف لك اولاد. ان شاء الله. يا رب يلا يا رب. نعيم ميرسي. خلينا نبلش مع تنشوف اذا التقط انفاسهم من ورا السبراي. عن جد مع ضيفنا الاول اللي هو ضيف سياسي محامي قبضاي وخفيف الظل بنفس الوقت. صح. اوكي اوكي يلا. وهلا حديث البلد مع سيرج تور ساركيسيان. أجواء ولعانة بس. الأجواء ولعانة والتلاميذ من بشري هون مولعينا على بشري، لكن متضامنين مع بشري. سبقتك كنت عم تتشكلي برا وأنا خبرت دغري المشاهدين شو صار معك بقصة النعيم سبراي. وهيك السبراي نعيم بس زادها شوي جوا. هلا منيح مع الجال حلوين شعراته مش عاطلين. بس هلا يا ريت يعني خفف نتفه. ايه نظرا لانه بس نظرا للاجواء البيئيه حافظ دائما موجودين عم نعيش فيها هالايام على البيئه. وايوه سيرج تور ساركيسيان، انت محامي ونائب عن محافظه بيروت من سنه 2000، معروف بخفه ظلك، وانت معنا الليله لنحكي عن عده امور، منها تقديمك مؤخرا اقتراح قانون للزواج المدني الاختياري بيتلائم مع النظام الطائفي بلبنان. هيدا بدنا نفهمه منك الليله هالمعادله. مع انك على الصعيد الشخصي ضد الزواج المدني. مش ضد، يعني انا ما بتزوج مدنيا او لا. لا انا يعني نعم. بتزوج كنسي واكيد تزوجت كنسي، لكن بالنهايه واحد كمان كنائب وكمشرع انا بدي اشوف في فئه عم تتعذب، فئه من الناس. صح. كمان اوكي انا بلكي ماني مؤمن بالزواج المدني، مؤمن بالزواج الكنسي، بس هذا راي الاخر، لكن هذا الراي الاخر وانا بحترم هالراي، وهيدي ضمن هالحريات اللي نحن دائما نطلع بنحكي فيها، نحن الدفاع عن الحريات ولا وموجودين. انا ما بتصدقي بعد ما تقدمت بالاقتراح صار له شهرين يعني مقدمه، اجاني اتصالات، انا تفاجات قد ايه في كثافه ناس متجوزين مدني وفي كمان ناس بمأزق يعني فعلا. شو اللي دفعك لتقديم هالاقتراح اليوم او شو الجديد؟ يعني هذه المعادله عم بسالك عنها اللي رح يخلي رؤساء الطوائف بلكي تقنعهم فيه بطريقه. لا لا هلا رؤساء الطوائف بيعرف نعيم لانه قريب على رؤساء الطوائف. شفتي انا عم بتحشر فيه. يتزوج زواج مدني حيلا شيء على مدني. وما بده يروح على قبرص وما قبرص، حابب هون يتزوج. لكن خليه ينطر شوي بلكي من قر هالقانون يعني. خلص ايده بزنارك، بتكون اول واحد، بتكون اول واحد، شغله منيحه. ايده بزنارك هلا يعني انا خلص معتمد له قضيتك صارت عندي. هلا هو بيبقى في العروس بس اذا بقى من العروس كمان محتار. هلا في اربع عرايس من اربع مذاهب لبنانيه. ايه لا بدك تعمل شو، بدك تعمل مزيج، بدك تمزج، ما فيك بالزواج المدني فينا نكونوا أربعة أو ثلاثة أو لا بدنا نحن ملتزمين بوحدة. زواج المدني واحد عندنا ملتزمين بوحدة مدني أو غير مدني. أوكي. ما بنغير. توت كتب الدفاع المدني بيطفي حرايق والزواج المدني بيولع طوائف. بيولع أنا بشوفها بالعكس. الزواج المدني يعني ما دام هالميكستشر بين مثلا شخص مسلم وشخص مسيحي هي شغلة منيحة. أكيد. يعني عم نقرب نحن هالمجتمع بعضه. نحن بتعرف دائما بالمجتمع عندنا بنحكي بالمثاليات. نعم. بس فعليا بس نجي تنطبق مش عم نعمل شيء. يعني هذا القانون عملته ناس اتهموني بعض الاحيان انه كان عندي شويه جنون يعني. شو اللي معقول يخلي رؤساء هالطوائف ياخذوا هالقانون بعين الاعتبار اللي هو اخف من غيره بيتلائم معهم؟ النقطة اللي يعني بالقانون اللي عملها هي انه اي شخص او اي كوبل هلا بده يتجوز كل واحد بده يروح على طايفته تيجيب مستند. هالمستند شو بيقول؟ مثل او افاده. نعم. انه هو هذا الشخص اللي بده يزوج منه متزوج سابقا. يعني هالمستند هو الرابط ما بينه وبين الكنيسه او بين دار الفتوى او او صح. او اي او اي طائفه معينه. هيدي بتربطه بالنهايه صار الا الكنيسه. يعني هيدي على الانتخابات يعني كل واحد مثلا يروح عند على النفوس على دائره النفوس ويجيب شهاده انه مش متوفي قبل. مش متوفي. هديك صرنا بالانتخابات لا في متوفين عمالين لا عم بيصوتوا يعني عم بيصوتوا في بعض الضيع ليكي مش من البنون. معقوله بتوقع هي ان كل واحد يروح يجيب شهاده عدم وفاه؟ ايه كمان فكره يعني مهضومه. ممكن ممكن. طيب بيروحوا عند رؤساء الطوائف ليحط يعني على كنيسته او على مرجعيته شو وضعهم الاجتماعي يعني هيدا دون هالكتاب ما بيقدر يجري زواجه المدني بلبنان. ما في له وحيه الله ماني مجوز وهيك لا ما في الحل اليمين ما بيمشي
بيمشي. واكيد يعني يعني عملت لها ستركتور شويه تعطي شويه جديه، يعني لانه واحد يروح عند كاتب العدل يمضي فينا نعملها كنا بماده قانونيه، بس بالنهايه عملنا شويه ستركتور هيك اوروبيه. نعم مثل عاده عم نحب اوروبا يعني. نعم بده يتجوز عند رئيس البلديه او نائب الرئيس. نعم يعني هيدي وبده يكون ساكن ضمن النطاق. يعني هون فكرت بشغله كمان، يعني ممكن رئيس بلدي يكون ضد الزواج المدني. يعني بنعطي شانس للشخص اللي مثلا ساكن بالمتن بلكي مع او مثلا بغير منطقه. طب اذا رئيس البلديه صوب الضيع بلكي ضد، يعني هون في بس يبدي رايه، ما عنده ما في منعه. نو بده يكون محل اقامته الكوبل، يعني هل نعم. هالزوج بده يتجوز بده يكون محل اقامه، في ينقوا محل اقامه معينه بمنطقه يعني بتتقبل الزواج المدني بيمشي حاله. من هيك عملتها شوي فلكسيبل تنقدر نوصل لنتيجه حتى ما تستفز مناطق معينه. طبيعي. مثلا بلكي ما بده، هلا في مناطق بلكي بده. سيرش دكتور ساركيسيان، مع انك من الفريق اللي بيعتبر انه الدور الاول اليوم للمجلس هو انتخاب رئيس للجمهوريه، الا انك مستمر بتقديم اقتراحات قوانين ومنهم اقتراح لتخفيض غرامات الغرامات اللي على اللي طلعت بقانون السير الجديد اللي بعد ما تطبق. صح بعد ما تطبق لا طب شو ماشي فيه انا لكان هلا عم تمشي انت عم تدفع دفع دفع بس عم تنتبه كثير على اشارات السير عم يوصل ساعه ونص مؤخر على الاستوديو. لا بس برافو عليك ملتزم ضمن القانون قالوا باول نيسان على اساس بده يبلشوا ما هو باول نيسان غلطوا بين اول و15 نيسان ما خليت اشاره حمر ما وقفت عليها هلا كلها راحت هلا الله الله يسامحك يا نعيم مع هالعمله الله يسامحك طب اكلت مسبيت اكلت مسبيت لانه قطع الاشاره الحمراء لا بس عن جد يعني عم بيكون عندنا اعداد هائله من قتلى السير يعني لا طبيعي بالهيدا. شو اللي دفعك اليوم انك تخف يعني تسعى لتخفيض الغرامات؟ هلا هو كمان المنطق اني بس انا اشوف ان كلنا مع تطبيق القوانين يعني أكيد. ما مش انا في ضد هلا تطبيق قانون السير ومع تطبيق قانون الاجارات يعني ما يا مع قانون يا مع تطبيق القوانين كلها يا لا يعني ما في اسم لكن بشوف قانون كمان مجحف بحق مجتمع ككل في علامه استفهام في شيء غلط طات عم بيقول لك انه قانون السير قاسي لدرجه انه اذا بدك تفوت على المطبخ بدك تعطي اشاره كمان هيدي حلوه اكثر من هيك سمعتيها هاي النكته مهضومه كانت وبعض النواب يعني سالونا عن فكروها جديه انه بلشوا المصارف من هلا يقسطوا ل يعني تسهيلات للغرامات الماليه هل رح ياكلوها بالمستقبل وانا منطقيه القصه فعلا هذا مثل الاجه كيف بيعمل اجه واحد لاولاده مثلا بس يكبروا ليروحوا على الجامعه بيعمل اجه للغرامات الماليه الدافع انه ظالم يعني كثير مجحف اول شيء كلنا مع انه الحوادث يعني تكون اخف اكيد نسبه الوفيات من حوادث سير تكون اقل واكيد الاضرار كمان المتضررين كثار ايضا لكن بالنهايه بس يكون في قانون ظالم للمجتمع ككل نعم ما فيني امشي فيه انا للقانون يعني بدي اكون معترض عليه بس هالشخص اللي عم بياخذ هالغرامه مش عم بيكون كمان مخالف؟ لا اكيد بس انا في نظام النقاط بالقانون نعم هل هو متبع عالميا نعم. طب انا بتبع نظام النقاط وهذا بيكون كافي لانه بعد كذا نقطه يعني كذا مخالفه نعم. اول شيء بسحب له الدفتر لفتره بعدين بمنعه يستلم سيارته يعني تدريجيا انا بعمل العقوبة لأنه كمان ما في أي بلد بالعالم بيكون الحد الأدنى للأجور هو بمثابة ضبط يعني بده يدفعه أو غرامة مالية يعني تقريبا 700,000 الحد الأدنى بيطلع له غرامة مالية ب 700,000 هذا غير منطقي صح بالبلدين برا بيكون الحد الأدنى مثلا 1200 أورو بيطلع له الغرامة 200 أو 500 500 الماكسيموم بس إنه في شيء منطق هون هذا القانون خالف المنطق وهذا يعني تركته بلا أكل كل الشهر شايفوا عن نظام مش عم يمشي غيروا النظام بحكي إذا غير كله بيمشي عن نظام دكتور ساركيسيان ما الكل بيعرف انت من اصل ارمني والارمن السنه ب 24 نيسان رح يحتفلوا بالذكرى المئويه للمجازر اللي صح. حصلت بحقهم شو قدر يحقق هالشعب الصبور هالشعب الجلود هالشعب العصامي خلال هالمية سنه اول شيء الاستمرار وعدم النسيان يعني وبس شخص ينسى قضية معينة أو مجزرة معينة أو جريمة معينة انتهت وأهم شيء نحن أنه نشتغل دايماً على الجيل اللي عم بيجي نعم
وبنفس الوقت كمان أنا ما فيني عيش الجيل الجديد دايماً بجو أنه المجازر، كمان بيطلع هذا الجيل بيضرر الجيل هذا. أنا بدي بنفس الوقت يشوف المستقبل وبنفس الوقت يحافظ على قضيته، وهذه من هيك كانت الصعوبة فيها بالاستمرار، واستمرينا 100 سنة منا هينة ضد أكيد جمهورية ظالمة يعني، وأكيد عم نشوف تصرفات يعني جمهورية تركيا الحالية. لكن بالنهاية كل هالسنين من العمل والجهد الكبير هيدا ما بنوصل لنتيجة فعلية إذا مش الدولة الأساسية يعني دولة أرمينيا الحالية هي تعتمد وتتقدم بشكوى أو بدعوة أمام المراجع الدولية. دون هيك بعتقد رح نستمر بالمطالبة فقط. على أمل أنه يحصل الشعب الأرمني على حقه الطبيعي، وتحية لهالشعب المقدام، الشعب العامل، الشعب اللي إيديه أنا بقول عنهم من ذهب. تحية كتير كبيرة. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لأساوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم. الحق ولا شيء يعلو فوق الحق يعني لو مهما طال الزمان. ساشتر ساركيسيان اسمك مشابه بشكل كتير كبير لاسم رئيس جمهورية أرمينيا. صح مزبوط. اللي اسمه ساش ساركيسيان. مزبوط. الأليان موجودة عند الكل هون. بس ساش ساركيسيان كلها ظابطة من عندك. كم حد في تور ببدأ التور راحت تور راحت راحت عنده هلأ بس سفرنا آخر مرة كنا مع رئيس جمهورية سابق، رحنا وفد وبس وصلنا يعني. هلأ الرئيس سليمان حب يعني يعمل نوع من تعرفي من التقارب مع الرئيس الأرمني، قال له في عندك هون شخص بيقربك بالوفد. هلأ أنا كنت يعني حكينا بنعرف بعض يعني حلو، طلعت مهضومة يعني أنه من ساش ساركيسيان بلبنان لبناني لشخص يعني للعودة إلى جذور نوعا ما. بس بالنهاية بتعرفي أنا يعني قلتها عندي كذا مرة، لبنانيتي كتير مهمة لألي ولبنانيتي أعطتني كل شيء بلبنان وبلبنان أعطتني كل شيء. بتحلم أوقات إذا تغير النظام الطائفي أنه معقول شي نهار تصير رئيس جمهورية لبنان؟ لا، رئيس جمهورية نحن مصرين أنه يكون ماروني. يعني منك مع تغيير النظام الطائفي؟ لا أبدا، مع تأكيد على النظام الطائفي. الناس بينتقدونا بس هيدا الرأي وهيدا الموقف، لأنه أنا بشوف ضمن هالمجموعة هيدي وضمن هيدا النظام نحن محافظين على الكل، كل العالم محافظ على حالها. بالنهاية اليوم إذا طائفة قوية بكرة طائفة أخرى بترجع بتقوى، يعني ما حدا في إذا ربح اليوم رح يخسر بعدين. هيدي نوع من الميزان بكلات روس يعني صعبة واحد يلقطها. يعني صحيح أنت منك رئيس جمهورية أرمينيا، بس أكيد أنت رئيس المهضومين بالبرلمان اللبناني. جيدة هاي، ميرسي كثير. عن جد بدها زقفة هاي. وصاحب النكتة الذكية دايما. طيب يعتقد الرئيس بري بده ياخذه على اللايحة تبعيته لما يعملوا انتخابات؟ خربتني إذا خربني نعيم بلشت تنزق على تاريخه السياسي كله لأنه بيتسلى وياه يعني بتخيلوا دايما مع بعض. سقطت الأشرفية وسقطت رمايل وسقطت رحنا راح خلص الوضع. ساش ساركيسيان جاهز لانترفيو سريع؟ جاهز. ساش ساركيسيان وانترفيو بتصدق؟ شوف قديش في اشياء بتصدقها او ما بتصدقها. بتصدق انه كل اللبنانيين ضد توطين الفلسطينيين؟ ايه كلهم؟ اكثريتهم. بتصدق انه الاداره الامريكيه بدها مصلحه لبنان؟ لا ما بتصدق. بتصدق انه فضل شاكر ما له علاقه بالاعتداء على الجيش؟ بدها تحقيق اوضح. في نوع من الغموض. في نوع من الغموض يعني الأدلة هي بتحكي. بتصدق إنه القضاء اللبناني خالي من السيطرة السياسية؟ لا، القضاء اللبناني للأسف الشديد وعم نشوفه بعض الأحيان عم بيكون متجاوز لصلاحياته كقضاء ولازم يلتزم بالنص القانوني 100%. هلأ الاستماع للسياسيين والتأثير هيدي 100% عم بتصير وهيدي عايشينها كل يوم للأسف. يعني لكن بالنهاية لازم ايضا القاضي يكون عنده ضميره ويكون عنده الاستقلاليه. هلا نحن عم نجي نشرع ونعمل قوانين تنعطيه استقلاليه، من هيك نحن املنا الوحيد لانه دوله ومؤسسات دون قضاء بعتقد بيكون في فشل لهالدوله. صح.
بتصدق انه اسرائيل ما بتعتدي على لبنان اذا ما في سلاح بايد حزب الله؟ لا، بعتبر انه اسرائيل متعوده على الاعتداء على لبنان، يعني بس يكون عندها مشروع معين تعمله كيان غاصب. هلا اكيد يعني السلاح هو عذر، يعني عذر اضافي تتحجج فيه، يعني حجج اضافيه. بتصدق انه خلصت الانترفيو؟ لا بعدني مكمل. ما هو لا يمل، بالاذن بالاذن منكم لا يمل. اوكي. حديث البلد مع مازن كيوان، دارم بنت، ميرا سماحة، وربيع نحار. محافظ الألقاب بحديث البلد، أنتوا أعضاء لجنة تحكيم برنامج دانسينج وذ ذا ستارز، وأنتوا اليوم ستارز لكل اللبنانية، اللي عم بينعرض بموسمه الثالث على شاشة الإم تي في، بالإضافة لفوكس موفيز وقناة النهار المصرية. صحيح أنكم بدكم تعزموا نعيم الموسم الجاي حتى يشارك بالبروجرام؟ إيه أكيد أكيد. أنا بعد يعني سبقتيني. انا بعرف بس دبكه وهيك شيء، يعني ما لي الدبكه رقصه كمان. كمان رقصه احلى رقصه. انا دعمك، انا بدي اياك تروح. لا نحن كنا بدنا نقترح نواب. لا صعبه. لا بتعرف انه دارين عطاني فكره بانجلند في ام بي كثير مهمه، وات واز هير نيم؟ ان ويدكم. ان ويدكم شاركت بدانسينج وذ ستارز، فظيعه كانت. ام بي اور ما انتخبت للمره الثانيه بعدين؟ أكيد بعدين. لا مين قال؟ بالعكس بالعكس. She did get some votes later on. بالعكس بالعكس. After that she got next again. تلهم she was we know all about them. أنا مرة عرض علي الرئيس الياس الفرزلي إنه إذا أنا برقص معه هو بيدخل بالموسم الجاي من دانسينج وذ ستارز. يعني 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 لازم تفكر فيها، لازم تفكر فيها. لا لا صعبة. طيب أنت كيف رشيق بال الرقص؟ اي انا بعمل رياضه. هم عم بالرقص؟ لا بالرقص لا. بس اذا بيعمل رياضه بتسهل له. طبعا بس انا ضد. انا بعدني منى ملتزم بنعيم. هلا في شغله انا ملتزم فيها بالسياسه. عم بيقول مازن انا باكينج اب اب اولسو بوليتيكلي. اوكي. This is what it will give him some charm. ومازن عم بيقول بده يستقبله كستار اللي بغني بالسهره. اي ما من سهرات الاخرانيات بصير يجي ستارز يغنوا، رح يستقبله كستار. في شغله انا اذا بروح بعرف نتيجتي من هلا. ثلاثة. حدا بيعرف ماكسيموم أربعة إذا كنت متحمس كثير. دارين أنت راقص محترف من أكثر من 30 سنة، واليوم بتقول إنه الانتشار العربي لدانسينج مهم كثير لأنه سمح بتعريف مجتمعات متنوعة جدا على رقص الصالونات كجادج وأون سكرين كونتنت بروديوسر. ليش برأيك قدر هالبرنامج ينجح عربيا لهالدرجة واليوم عمال ينبث على عدة قنوات عربية وهذا أكبر دليل؟ I think, first of all, the thing about Dancing with the Stars, you know, it's very much about glamour. It's very much about aspiring to learn a skill. And I think that's one of the things which is so attractive about Dancing with the Stars. Across the Arab world, you know, of course, music is a massive part of Arab culture. And I think, you know, dances as well. Ballroom dancing, not so much. But it's just introducing the styles, introducing the music. And of course, we use lots of Arabic music. Yes. Within the show. Yes. So I think that brings the audience in, you know, and again. I noticed that you insert lots of Arabic songs. Yes. With the it's rhythm. It depends on the rhythm, whether. Yes. Yeah. Cha-cha. Whether yes. Cha-cha exactly. Or. It's all about the rhythm. Or tango. You know, it's about the rhythm of the music. That's yes. The most important thing. For the rhythm is right. Did you learn any Arabic song? Not to sing, no. I'm rubbish at singing. I can dance, but I can't sing.
مازن كيوان، انت كوريغراف، مدرب رقص ورائس محترف من 25 سنه، بدايتك كانت مع فرقه كاراكلا واليوم بتشارك بعشرات المهرجانات حول العالم، ومن بعد ما قضيت اكثر من 18 سنه من حياتك بفرنسا قررت من سنتين ترجع نهائيا على لبنان. اول شيء كان نعيم معترض على وجودك بهيدي الحلقه وعم بيقول تحت الهوا لايف از انفير، لايف از انفير. سالته قال، قلت له ليه يا نعيم؟ قال هو لا من هون ولا من هون وانت مطول شعرك وعامل هالدقن. هيدي من هون هينه، هيدي بيقدر نظبطها. ايه بس بدك وقت ورا هيك نتقسمها شوي، فيك تركبها هون. بس شو السبب تبع انه كموديل حلو بس تستعمل لغير اشياء كمان او شيء؟ اذا بركة بالرأس مثلا او شيء، ولا ما خاصة بالرأس؟ ايه احيانا لما توقع البارتنر مثلا بتصير اذا زحتت من ايدي بتتهدم جدا. قديش كان دانسينج وذا ستارز له تأثير برجعتك النهائية على لبنان؟ اكيد كان في دور كثير مهم لدانسينج وذا ستارز، لانه كان صار لي انا 3-4 سنين، يعني اخر 3-4 سنين بفرنسا، حسيت انه صار لازم ارجع على لبنان. والشيء اللي اعطاني الثقه اكثر والقرار النهائي انه ارجع على لبنان بعد اول موسم. فبعد اول موسم بكم شهر كنت خلصت كم شغله عندي هون بباريس ورجعت واستقريت هون وفتحت اكاديمي كمان. يعني كل ما الاستقرار عم بيكون اكثر، عم بترسخ إيه بشكل اكبر. اكيد ايه، بتعرفي يعني كثير حلوه الخبره اللي اكتسبتها برا. وعم تعمل ايفنتس كمان كل سنه، هلا كمان رح نحكي عنها. إيه يعني هالخبره اللي اكتسبتها برا كثير حلوه، وحسيت حالي يعني بينضج الواحد وبينضج الفنان بداخله للواحد برا بالخبره الفظيعه اللي اكتسبتها. بس اخر شيء حبيت شارك بلدي واهلي والناس هون فيها، لانه طارت عم بيقول انه لقيت البلد كلها عم بتهز، قررت تجي تهز معنا. الرأس بحط ايقاع للهز، بصير الهز مضبوط. شفت انت؟ لا شايف وضع فرنسا هيك عاطل هلا. ايه؟ لبنان بضل احسن. ما في عنده رئيس جمهوريه يا حرام، عرفت؟ ما عنده رئيس جمهوريه. انا بحس في غياب بفرنسا، ما عندهم. ايه في عندهم فراغ جمهوري كمان. ايه بفرنسا. ايه فقلت هون بيجي بلد. ايه مستقر يعني. ايه ميرا سماحة، انت راقصة محترفة من اكثر من 15 سنة، متخصصة بالتانغو ارجنتان، ومن عمر 12 سنة بترقصي باليه كلاسيك، وبتقولي انه بالموسمين الماضيين من دانسينج كنت تقدري تحزري تقريبا مين يلي رح يوصل على التصفيات النهائية. بس هالسنة هالقد في تالنتس وهالقد المنافسة قوية انه منك عم تقدر عن جد؟ يا ابدا. مزبوط مزبوط. انا بحس في وصايد شوي حقيقه. لا نحن شو مجلس نيابه؟ لا نحن مجلس نحن دانسينج وذ ستارز. بس انا حسب علمي. شو ردك؟ شو ردك عليه؟ انا ما بعرف هلا، انا كمراقب يعني. بس اذا عم تتابع البرنامج؟ لا انا في ولادي مغرومين فيكم يعني، بقول علنا مش انه هذا، انا لا انه بتابع شوي يعني. اوكي. For the first time this week we had the top three were all male stars this week. Yes. We had Ronnie, we had Anthony and Mohammed in the first three. That's never happened. هيدي أول مرة. هيدي أول مرة كانوا ثلاث شباب بالأول. وفينال بآخر الحلقة بيطلعوا ثلاث شباب. إنه قديش في probability إنه سنة يطلع رجل هو؟ في very high probability, equal chances. هي أول سنة بتكون الحظ هو ذاته. ميرا خففتي beautiful. خففت؟ لا ما خففتها بس. لأنه عم بيسألوا عليك آخر حلقة كنت عم جربي يعني ما تقوليها كثير. لأنه أنا وقتها قول بيوتيفول او حيلا الكلمه ثاني ما بكون عم فكر فيها يعني بتطلع الكلمه. لا هي انطبعت فيها يعني. وسام من مش الحلقه الماضيه اللي قبلها ذكر الموضوع بيوتيفول، بقى هالحلقه صرت كونشس، صرت براسي انه هلا رح اقول بيوتيفول. ما خليك تنتبه، قال لك خليك تنتبه عليها. بس خلص لانه ما لازم فكر ابدا يعني. مزبوط، طلعت تلقائيه. مبسوطه انه بحديث البلد فيك تلبسي الحلقتين. خيي شو مرتاحه بالقليله. نورمال مش حلقه اي حلقه. لانه في الميكرو. في الميكرو الثاني. على كل حال مع حلقة او بلا حلقة. اوه ماي جاد. لبنان لرقص
الستاندار بال 2001 المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي لمده 8 سنين ورئيس لجنه الحكام بالاتحاد لخمس سنين. صح. معقول كل هالانجازات وعم بيطلبوا منك تعمل حلاق ستاتي او شاعر؟ هيدي مهضومه الخبريه عصيره. ما رح سمي على اي ستار كان وقتها. خلصنا الحلقه هيك باخذ تليفون عم بطلع جاييني مساج. هذا كاتب لي روح اكتب شعر اعمل حلاق ستاتي اشتغل حيلا شغله ثانيه بس ما تقعد على طاوله حكيم لانه ما خرجك. يا زعل لانه قلت شيء لك ستار اللي بحبه. اي ريمبر. شو اي ثينك ذات واز مي. ذكرت مين كان الستار؟ انا عارف مين. بس أوكي. ما بدي احكي. عارف مين الستار؟ ستار بعتولك مش ستار حدا ايه لانه قال لي انه ولو بتحط ما بتحط نقطه لها ستار بتحط لهون. بعدين وين بيضيعوا الناس شويه يلي ايام بيضيعوا فيه انه نحن ما عم نقارن ستار ببروفيشنال دانسر. نعم. يعني مثلا بيجوا بيقولوا لي مثلا انه يي ما روني رقص احسن من اسلاك، يعني ما اسلاك رقص احسن من روني، كيف روني؟ ما فيهم ما جوستو ما هيدا عم بتصير كثير عم بلخبطوا. ايه نحن بنطلع مش بيسكلي بنركز 90% على ستار كستار. صح لانه الدانسر لانه البروفيشنال معروف انه رح تصير كيف عم تتفاعل مع الكوب بس. نعم. ما بنطلع ككوب ان جينيرال مانا كومبيتيسيون دو دانس هيدي. صح. يعني فوكس كله على ستار بس. صح على هو الشخص اللي جاي عنده اياها هوايه يعني. بس ليك شو بعتين لك الفانز ويا الحلا اعمل لي غنيه اجرح قلبي شي مره يا حلا اعمل لي غنيه انرح لي قلبي شي مره حرقس ابن الجيران على كل حال انا فيني اقول انه ربيع النحاس اهضم حكم قاسي. اوه شو هالكومبليمون عن جد لانه صعب يكون حكم قاسي والناس تحبه. مظبوط. مازن سنه 2009 اسست مهرجان بيروت الدولي للتانغو اللي رح يقام من 6 لغايه 12 ايار رح تواكبوا الام تي في بالبث. صحيح انكم السنه رح تفاجئوا الناس بالرقص بالطرقات. مظبوط. السنه رح نعمل فلاش مود بسموهم بكذا محل. نعم. فوالا رح الناس يمكن يكونوا برا شي نهار سبت او احد ورح يتفاجئوا برائسين تانغو مع موسيقى تانغو رح تبلش هيك ارتجال. وفيهم يشاركونا ويتفرجوا كل شيء. باي مناطق عم نخلق مهرجان وين ساكن؟ بيروت انترناشونال تانغو فيستيفال. بس وين؟ رح يصير الافتتاح بكاجينو دي لوبون بالسته. اوكي. لكن بدو يبلشوا من كسر وين بدو يبلشوا؟ بدو يبلشوا من كسر يوصلوا على بيروت. لا بس السكن وين تحديدا؟ باي منطقه بدهم يعرفوا؟ كان عم بيسالني مازن بده يعرف وين سكن تحديدا. بيروت. باي منطقه؟ بالاشرفيه. بالاشرفيه. لازم تعملوا له سيربريز هونيك. تسمع لك على البالكون رح تسمع موسيقى هيك بتطل تقول لنا هاي تنزل بترقص معنا. على كل حال عم نشوف عم نشوف الفيجوال تبع الفيجوال الخاص بالفستيفال رح يكون سنه 2015. ايه بست ايار رح يكون. نعم. الافتتاح بالكازينو دي لوبون في كونسرت رح يكون في حوالي 25 فنان على المسرح بين راقص ومغني وموسيقى. وبعدين في سهرات رائسه كمان ببيروت وفي ورك شوبس بالايام. ليه ما عم بيشاركوا ناس من الكونتستنتس معك بالفستيفال؟ ما بيعطي تركينا سربريز. It was great last year. I had an opportunity to go last year. It was really, really good night. It's nice to have them participate. Darren, مثقبة السنة إنه رح نكون الدانسينج وذ ستارز بعده على الهواء والمهرجان عم بيصير بزيادة الوقت. أوكي فمعقول يعملوا لكم سربريزات بيجوا لعندكم. فأكيد رح يكون في شيء. دارين أنت بطل بريطانيا بالرقص ل 11 مرة. منيح انه نعيم ما بينزل ببريطانيا والا كان يعني كان احد كان نزل عدد المرات وبرصيدك عدد كبير من الجوائز والالقاب بس اليوم اللقب الاحب لقلبك هو لقب دادي لانه بعد 15 سنه زواج مع زوجتك الراقصه المحترفه ليليا كوبيلوفا رزقته باول بيبي وهو بنوت صغيره كثير مهضومه اسمها فالنتينا روز.
Yes. Valentina is a Russian... Valentina, Lilia's grandmother was Valentina. Yeah. So, yeah. You know, we took Lilia's grandmother's name, Valentina. And Rose is... Lilia is a flower. Yes. So we wanted her second name to be a flower. So Valentina Rose. There you go. She's amazing. So, yes. We call her Vali. حبيبي. So, yeah. Well, this year is a little bit different for me. Normally, I stay quite a lot and work on the show during the week. This year, I'm literally flying in for every live show. I fly on the Friday, Saturday with all the rehearsals and the dances, Sunday the show, Monday morning, I'm back to the UK. With every time I go home, I'm only away for 3 days, but every week I go back, and like she's changed so much. They change so fast. At this age, how old is she exactly now? 6 weeks. 6 weeks? Recently a father. Yes, يعني. Literally, the Valentina was born 3 days before the first live show. Darren, we're gonna dedicate a song from you to Valentina Rose through Hadith al-Balad. You are the sun. You make me shine more like the stars that twinkle in the night. You are the moon, you're close in my heart. You're my daytime, my ربيع النحاس، ميرا سماحة، دارين بنات، ومازن كيوان، وانترفيو سؤال محرج. سؤال لكل واحد بس هيدا مش تحكيم ولا شيء، هيدا انتم رايكم الخاص فيكم تقولوه. عندنا اصعب الوضع، ليش خايفين؟ كان صعب انا الوضع اصعب. 10 اسئلة. 10 اسئلة. سؤال واحد هيدا اتس ايزي. أنتوا راقصين محترفين، مين من النجوم المشاركين بدانسينج وذ ستارز الموسم الحالي بتختاروا أو بيكون شريككم أو شريكتكم بالرقص؟ If you have one dance. Oh my god, it's a tough one. ربيع. باس. لا بتعرفي شو أهم شيء للرقص بالرقص؟ يعني البارتنر يكون الطول مناسب. هلا يعني ما تاخذي للطول وهيك قلبك ميرا، يعني اول شيء اذا بقول لك يعني اذا بقول لك هيدا بحب ارقص معه بركي تشتشا، هيدا بحب ارقص معه تانجو، هيدا بحب ما فيك هيك تقصني. لا كثير صعبتي هلا السؤال. هلا هيك شفتي واحد منهم هون وبلا ما يحكي كثير صعبتي السؤال. لا we can name somebody that's gone out. No we نحن ما عم نحكي هون. There you go. Carmen. I would like to dance with Carmen. Comment about everyone. سبقني. Wow that was too clever. Yes. Yes. Because she left. Yes. No, but also, but she's very. I mean, she was very elegant. She and hyperactive and funny and. She loved every minute of the show, and for somebody you know of her stature and her level, you know she just cut. She came to rehearsals every day. She came to the blocking every Saturday, every Sunday. She came out onto the floor. She performed her best. بس بدي أعرف شو كنت عمل تتوشوش هون. لا عم بجرب أتذكر لأنه عفكر لأنه جابرييل يمين عنده هالقد إكسبرشن بالرقص هالقد عبر وبيعطي. عم بجرب أتذكر كان الموسيقى اللي رقص عليها الباسو دوبلي. بقى بدي أرقص باسو دوبلي مع جابرييل يمين. أوكي ربيع. قد ما كان عنده وهرة بالباسو دوبلي كان كثير عنده وهرة. أخذوا كارمن وأخذوا جابرييل. هل أحكي عن جد؟ أنت صريح. كنت عم فكر بدو دبكي أنا وجابرييل كمان. رح كون صريح. إيه. ما فيك تنقوا زيت شخص خلص. أنا I see myself dancing a foxtrot مع ريما فقيه. ريما فقيه. كمان تحياتي على علا. مازن محروج قبل ما يحكي. He just can't remember who else has gone out. أنا كنت برقص مامبو مع جنان ملاط. لا ملاط. جنان هي القصة كلها وتحياتنا لإلا بس. لا أنا بقول لك شو رومبا مع داليدا. عم بتنقليه؟ لا لانه it was her she was amazing. Yes, she was amazing. It was a fantastic dance. Really it was. بس انت عندك رايك الخاص؟ ايه
It's hard. It's very hard. Sure, sure. Yeah, yeah. She's sharp. We could have picked. You could have said last season. Switch songs. I said what's that question? But هو راح يعطينا رأيه. برجع بقول مثل ما قال ربيع يعني في هاي الرقصة بحب الرقصها بركة مع هاي لهيدي السليبرتي هاي الرقصة بحب الرقصها مع الثانية. مش رح مرق لها إياها. بس رح مرقها لأنه خاصة دليدا أنا هي الوحيدة اللي كنت بعرفها كمان من زمان يعني قبل دانسينج وذ ستارز بقول إيه إذا رومبا مثل ما رقصت رومبا دليدا بحب أرقص الرومبا مع دليدا. مع دليدا. لكن نقينا البارتنر سيرج تو ساركيسيان اذا بدك ترقص رقصه مع حدا من المجلس مين بتنقي وليه؟ مجلس؟ عندك ما معروفين ما في شويس كثير بمتنع عن الرقص المجلس لا نحن هونيك امبيونس صاير يعني طيب بدنا كمان نبعث تحيه كبيره لمقدمي البرنامج لباشا ووسام اللي كمان صاروا جزء من هالشو يعني ما بتقدري تشوفي الشو بلاهم بلا مسحهم بلا مداخلاتهم يعني الاثنين كريستين من الغرب ما هيك كريستين نعيم زعلان هي لميره قال لي هلا عم نعيم قدم شكوى نعيم عندي لا انه زعلان بيطلع سؤال واحد لاربع تكون كل واحد سؤال لازم كل واحد سؤال كريستين كريستين لا let me read it let me read it دارين بليز قلنا شو سبعه سته على الهواره بدها دبكي على المسرح ونعيم على الراس لا 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 شو مع أرزة الشدياء فيك لأول مرة بحديث البلد صرنا زمان ناطرين هالزيارة تفضلي ميرسي و ميرسي قعدتيني بين هالشباب الحلوين يعني شو ما فينا أرزي مع هالطلة مع هالعوينات الستايلش وهالقصة الستايلش وهالفستان الستايلش الأصفر ما فينا غير نحطك بين ثلاث شباب حلوين والشباب اللي بالوش شو رأيك فيهم؟ خمسة نحن حلوين مش ثلاثة تعطي النايب على راسنا نحن من المعجبين في ميرسي بالسونس دومور تبع صح و نعيم. نعيم نعيم كل عمري معجبة فيه من زمان من التسعينات شوف جبت اللونات يلي كنت اتقلدك فيهم معي عجب بس بدك تغني معي بعدك حافظها لل أيها
حشك بشك جننتي يلا يلا بشك أنا بوادي أنا بوادي وأنت بوادي كل واحد على ليله ينادي سرقت من إيد الزوادي ولقمة وحدة ما عطيتيني أهلا وسهلا فيك أرزة شدياء بخفة ظلك وبمحبتك أنا بدي أقول أنت حدا كتير بوزيتيف وحدا كتير بيشجع الآخرين وحدا ما بتخلص من عنده عنده نهر من المحبة باتجاه الكل وهيدي بعتقد اللي خلتك قريبة من قلوب الناس أرزة شدياء دخلت عقلوب الناس بسن متقدم نسبيا ونفست ببراعة مقدمي البرامج المعروفة من خلال خفة ظلك والنكت اللي انشهرت فيها بأولى أطلالاتك التلفزيونية ببرنامج لول من بعدها انتقلت للعمل الإذاعي بصبحية نسوان وبعد غياب رجعت بالمايو بسبلاش لتستكملي علاقة الحب الكبيرة بينك وبين الجمهور كنت من أعظم المشتركين أنا ما تشوف بطني هيك كنت أخطط I was diving I know يعني عن جد مثل ما قلنا علاقة حب مستمرة بينك وبين الجمهور بس هلأ بعدك ما يعني ما بتخلص المفاجآت أرزة زوجة وأم وجدة وإطلالتك فيها ثقة بالنفس وجرأة ما بتتمتع فيها كل الستات بس معقول وانت قلتي لنا بعمر ال 57 تعملي تاتو وعلى القلب اللي هو محل يعني اللي مخصصتيه لزوجك راشد هذا مخصصته للبنان بدأ زق كثير كبير عن جد انت على كل حال هيدا طب وين كمالته؟ هيدا بس هالقد ما له كمال شوي لبنان؟ لا التاتو هون بيخلص؟ لبنان على القلب ايه؟ لا ما اختلفنا بس الرسمة لازم يكون معها شيء يعني شيء شو يعني؟ شي امتداد امتداد هو لبنان بيعني عن انا فهمت عليه بس انا عم بقول له انه اذا قوى حاله شوي يمكن نسيطر على البلدان المجاورة يلا لانه انا عندي روح حربية عرفت؟ انت من اللي رح نحكي بعد شوي انت من اللي حملوا سلاح بالحرب بس قبل رح نحط لك غنية ديديكيتد من حديث البلد لإليك بصوت الصبوحة زي العسل على قلبي هلال زي العسل على قلبي هلال فاستو ساركيسيان بقي حتى يسلم عليك لأنه عنده ارتباط الليلة ما بعرف هو مين بده يشاغب من مجلس النواب على مين هلأ خارج مجلس النواب خارج مجلس النواب لأنه عم تقول عم تحط تارجت أبدا طبيعي في تارجت حدا دايما وي هاف تو تارجت الله يساعده الليلة اللي راح تحدثوا عليه أنا بهنيكي على الحلقة وغنية كانت فعلا بس نعيم يعني للأسف شديد بدنا أنا انبسطت بالقعدة حسيت حالي بمجلس النواب انبسطت حدك أنا سعدت نايم انبسطت تعرفت عليك هلا إذا بتترك لنا كارتك مشان بس يعملوا فينا ضبوطة وهيك أنا جاهز لا وهلا أنت أخذتي عن مزح أنا أخذها جد لا وهل بتوجه من هون ميرسي كثير يعني دعمتيني أنا بشكرك ومع منى أكيد من برنامج منى أبو حمزة توك أوف ذا تاون أنا جاهز كل شخص بيجي هالضبط بس أكيد على القانون الجديد طبعا جاهزين نعمل مشكل على الضبط لأنه الضبط يعني الضبط أو الغرامة منا عادلة منا عادلة وبس أنه ما يكون عادل نحن أكيد ضده أكيد أي. شكرا كثير دائما حضورك محبب والله يديمك بهيدا النشاط وإن شاء الله كل مشاريع القوانين اللي عم تحكي فيها تنبت قريبا ويصير عندنا رئيس كمان هذا أهم شيء أكيد الرئيس ضروري ونحن إلى جانبك أيضا وقانون الانتخابات شو قصته حتى لو كان حتى لو كانت أمور صعبة يعني بعض الأحيان عم تقطعي فيها نحن إلى جانبك شكرا كثير وقضية الحق بالنهاية أكيد رح تظهر بالنهاية شكرا كثير أنا بقدر هالشيء شكرا كثير السلاح ما تخاف دارين ما تخاف دارين بس أرزي حملت السلاح لا بس حدا يتجوز أو يعمد أو هيك مش إنه على الأفراح يعني She was a warrior I'm learning She was a warrior Yes
بفترة زمنية معينة. هي كانت هي دارن كانت بالفترة اللي كانوا يخطفوا فيها أجانب بوقتها هي كانت حاملة لسه. He's ready to leave. طمنا كثير. I have absolutely no value. I have absolutely no value whatsoever. ما عنده ما عنده شيء. I'm just a dancer. Nothing more. انا ما كنت انا سقطنا بشب حلو رحت اشلو لنا اياه. حملتي سلاح بتسرعي كثير بالسواقه بتعملي ان بتوينز بين السيارات يعني بتحبي المغامره وجريئه اولادك اليوم بالغربه نعم. بسبب العمل نعم. بالمقابل النائب سيرج ساركيسيان اللي كان ضيفنا هو الوكيل القانوني للسفاره الكنديه لو كان ضلوا هون كنت بتطلبي منه يجيب لك الجنسيه او يساعدك انه تحصل على الجنسيه الكنديه ابدا اكيد لا ولا جنسيه بل غير جنسيه لبنانيه اولادي بالغربه بسبب العمل غصب عني بحب اقول لك مش عم يسمعوا الكلمه هيدي الشغله الوحيده اللي بتبكيكي وبتزعلي هيدي الشغله الوحيده اللي بتبكيني وبتزعلني وبتقهرني كل الوقت اولادي واولاد غيري وبحس انه ما بقى عندهم قناعه الاولاد يعني بدهم عم يظهروا لبرا مشان فرص عمل يقبضوا اكثر عم بحطوهم برا بتصور انه فيهم يضلهم ببلدهم ويشتغلوا لبلدهم ودائما بهتهم وهلا من منبر حديث البلد ومن منبرك انت منى بقول لهم ما تتخلوا عن بلدكم بهتهم بقول لهم انتم عم تتخلوا عن بلدكم بعدين عم نكبر بلاهم منى وهن عم يكبروا بلانا صح وعم بيتغير ذوقهم بلانا وعم بيرجعوا عم بيلاقونا اكبر وعم بيتغير اطباعنا انه كمان مش عادل واحد يربي عيله وما يلاقي ما يلاقيها حد وبعدين قديش بتفهميها اليوم ميرا على أرزي؟ هلا انا بفهمها بفهم كثير منيح شو عم بتقول بس انا بلاقي انه الاولاد بالنهايه يعني اولادكم ليسوا لكم يعني نحن هيدا جبران لا مش عم اعمل ايه هلكني هلكني انا بلاقي الولد وين بيلاقي حاله هلا يمكن انت معك حق لازم يتشجعوا الشباب يضلوا هون يعني ام عائله وربت وهيك بتطلع بتلاقي حالها يمكن قاعده هي وزوجها لوحدهم اولادهم هيدي الحياه هون كمان ميرا بتعدي لوحدك لو جبتي 10 اولاد بتضلك انت وزوجك لوحدك بس بضل نهار الاحد تجمعي العائله حدا سخن بتطلع عليه بيطلع على بالك بنص الجمعه تروحي تشربي فنجان قهوه مع بنتك مصبوط. بعدين بنوصل نحن لعمر ما بقى يمكن طبيعيا انه نعيش مع اولادنا ومع احفادنا بطبيعه الانسان مزبوط مزبوط تو انجوي ذم اكيد انا بفهمك يعني وحاسه قد ايه التون تبع صوتك عم يتغير يعني عن حرقه قلب محروقه بيني قلبك محروق بس انه بالنهايه الولاد كل واحد بده اعطيتيه جوانح وربيتيه وكبروا بدهم يروحوا شي محل يعني فيهم يروحوا مثلا انا بس منهم بعاد انا بزوني فيها تروح على سور او على طرابلس ضروري ضروري تقطع الحدود يعني دائما بيرجع بيرجعوا اذا تربيتهم مضبوطه وتعلموا انه يتعلقوا ببلادهم ويعرفوا يفكروا مضبوط بيرجعوا ايه ان شاء الله صح ارزي مش انت مش بس خفيفه الظل انما الحركه كمان وشفناك بتعملي دايفنج وبتنزلي وهيك ممكن تطلبي واسطه لجنه التحكيم تبع دانسينج وذ ستارز حتى تشاركي بهيدا ويمكن ما بدك واسطه حتى تشاركي بالموسم الجاي ايه واي نوت بتمنى شفتي يعني عندك حدا كثير كثير مهضوم Did you translate? Yes, yes. Yeah. Is it a challenge you would like to do? Yes. Yes? I will. Okay. We okay. shall see. بعدين فيك تحكي عربي كمان لأنه هو عم بيترجموا له عم بيترجموا له بدايته.
بقى هلا معقولة اضعف اضعف لك اقلب لك 30 كيلو مشان ارقص يعني استغل الفرصة هلا قبل ما تغير رأيك استغل الفرصة على بكره This is the challenge. This is why on any shows like Splash or Dancing with the Stars, it's important to have lots of people from all different ages, all different demographics taking part in the show. Yeah, of course. It's not just about, you know, it doesn't have to be sort of young stars who are sort of like 21, 22. And it's like, you know, she will dance better than how many people, as you said, how many people at home? شفتيها في موافقة بالإجماع ربيع بتوافق؟ أكيد أكيد مازن أكيد خلص أخذت الموافقة بالإجماع وأكيد بتكوني added value. أرزي بما أنه هلأ لجنة الحكم بالإجماع قررت ووافقت عليك أنك تشاركي بدانسينج وذ ذا ستارز الموسم الجاي بدنا نشوفه شوي من يور دانسينج سكيلز أنت ونعيم على هالغنية رح يجي نعيم لعندك ويعزمك ليك أنا شفتك برا بالدكة خسرني البوست هلا بس شو شو نوع الرقصه ما فهمت هلا انت صلصه صلصه شو انت بتركلي هالمسبحه هلا بلا مسبحه يلا وين الشروال وين الشروال الشروال يلا اطلع عند ارزي تفضل ست لازم تعزمها ايه يلا وين هو أنا ده تشجيع ربيع لا تشجيع تسعة تسعة مازن تسعة تسعة ثمانية وتسعة وتسعة وعشرة أرزي شديا مع أنه دايماً توقع سيبتيزات معيك من خفة ظلك لأرائك الجريئة لكل شيء رح نعمل لك انترفيو جريء شوي دكار. شو رأيك؟ أرزي شديا وانترفيو تحولتي بدي أقول أنه ربيع ودارين ومازن فيكن تنقلوها أوكي؟ لأن الانترفيو عن رجل هو أوكي؟ أرزي وعيتي الصبح لقيتي حالك تحولتي لرجل أول هدية بتهديها لحالك شو هي؟ بهديها لحالي ليزر بعمل لدقني تما احلق حتى تريحي حالي رح ندن لانه تعطى المازن ساعتها وقال يا اذا بتنشغل محلها تحولتي لرجل بشو بتتفاجئي اكثر شيء؟ بشو بتفاجئ اكثر شيء بالزود اللي رح ازيده هدول بس بحطوا هدول الاسئله الفورماتي انا ما تحولتي لرجل بتغيري اسمك؟ أرز تحولتي لرجل شو بتقولي لمعجبينك الرجال؟ عمر شو جاي؟ صرت رجل إذا تحولت لرجل شو بقول لمعجبين الرجال؟ تلعب دق طاولة؟ نلعب يلا يلا تحولتي لرجل بتحبي ترجعي امرأة؟ أكيد أكيد شو اتس هارد؟ نو أنا ما دخلني دارين بس قالوا لي لأسألك لإلك
تحولت لامراه على شو بتزعل اكثر شيء؟ If I was what would I regret? not being married to Lilia. أرزي تعرفت على كريستين ورا الكواليس؟ إيه؟ تعرفت على كريستين لأن رح تجي هلا. كريستين. من الجو من الجو برا. واو. كل مرة شكل تعملها سيربريز. ماي كريستين شو مكتوب على الكارت؟ اشربي كوب الماء وقولي غر يعني بدي غرغر بالصحة 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 حطوا يو ام سباشينج البلد مع غيداء نحال. برافو بدها زقفة كبيرة كبيرة غيداء. مساء الخير غيداء واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. غيداء قد ايه عمري؟ ست سنين. ست سنين. غيداء انت اليوم معنا ضمن فقرة موهبة البلد اللي فيهم يشاركوا فيها كل الناس اللي عندهم موهبة سواء بالغنى بالرقص بالسحر بالرسم بالنحت او باي مهارة تانية من عمر السنة للمئة سنة. يعني اذا في عندك تيتا او حدا بيعرف يعمل شيء وشاطر بدك كمان دلي ويجي على موهبة البلد. اوكي؟ هيك يكونوا شاطرين مثلك بس لازم يكونوا. غيداء مثل ما قلتي عمرك ست سنين وبرصيدك ألبوم من 8 أغاني عنوانه أغلى الناس وهو من كلمات وألحان والدتك السيدة زينب مغنية اللي مرافقتك اليوم معنا هي وراء الكواليس ومن توزيع وتنفيذ وتسجيل الموسيقار أحسان المنذر واليوم عم تشتغلي على ألبوم جديد بدنا زقفة كبيرة كمان غيداء بتحب كثير المغنية ومقدمة البرامج البحرينية حلا الترك واللي عمرها 12 سنة بس بتحب تصيري مثلها؟ شو اللي بتحبيه بحلا؟ يعني بتغني أغنيات حلوة وأنا بحفظها بتحفظي لها إياهم ودايما بتتابعيها؟ ان شاء الله تكون هي عم تحضرنا اليوم وتعرف انك كمان بتحبيها، حابه تصيري مشهوره مثلها؟ غيداء خلينا هلا نسمعك عم بتغني اغنيه انت بتحبيها هي شخبط شخابيط للفنانه نانسي عجرم. اوكي جاهزه؟ فينا نبلش الموسيقى؟ بدي ارجع اقول لاعضاء اللجنه اليوم عندك لجنه مضبوطه لجنه حكم مضبوطه انه كمان ارزي وكمان نعيم في قدامكم ارقام 5 6 بس بدنا ارقام عاليه اذا بتاخذ غيداء 3 أرقام فوق الـ7 بتتاهل لانه الفيديو الخاص فيها ينزل حد حديث البلد على سايت الام تي في واخر الموسم الفيديو اللي بيحصل على اكبر نسبه مشاهده هو اللي بيربح معنا بحديث البلد وانا اكيد انه حيكونوا علاماتك كثير منيح مشان هيك رح شغل لك الاغنيه جاهزه لخبط مسك الألوان ورسم عالحيط لخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسم عالحيط أعمل إيه وياك يا حمادة يا اللي عملته ده أسوأ عادة أعمل إيه وياك يا حمادة يا اللي عملته ده أسوأ عادة عايز ترسم ارسم لكن من غير ما Shut up.
الختام رح يحطوا لك العلامات لنشوف اذا رح تتاهل الفيديو الخاص فيك حتى يكون حد حلقه حديث من واحد للعشره. اذا بتاخذ ثلاث علامات فوق السبعه بتتاهل. بس ليني عشان تكمل درسها وتهتم بدرسها. شو ميرا ونعيم؟ 8. هيدا نعيم اول حدا اعطاك 8. ميرا هيك كثير منيح. ربيع ربيع نحاس شوفي شو رح يعطيكي. شوفي ارزي شدياء شو رح تعطيكي؟ 9. دارين بدك تعطيها وبدك تقول لها اياها. 9. ايوه مازن بتعملي لدارين 8. 8. لكن اكيد الفيديو الخاص فيك تاهل حتى يكون حد فيديو حديث البلد. يعني شوفي ربيع حتى ربيع يعطي العشرة ما بيعطيها بسهوله ابدا. بس هلا بدنا قبل ما تفلي تغني لنا اغنيه من البومك الخاص لانه بنعرف انه عندك البوم وعندك عدد كبير من الاغاني صار لهلا. شو بدك تغني لنا؟ يلا وما اجى العيد. اجى العيد؟ يلا يلا إجا العيد وإجا العيد رح ألبس فستان جديد. إجا العيد وإجا العيد رح ألبس فستان جديد. يلا نفرح يا بنات نلعب ونعلي الضحكات. يلا نفرح يا بنات نلعب ونعلي الضحكات. يلا نرقص يلا نغني إجا العيد وإجا العيد. برافو على جرأتك على صوتك الحلو. واليوم كمان عندنا نقص بالولاد اللي بيغنوا للولاد. يعني عادة بنشوف عم نشوف ستارز بيغنوا للولاد. بقى اليوم عم بترجعينا لأيام ريمي بندلي اللي أمك كانت تحبها كثير وتسمع لها. فتحية لها وبرافو لأن عملت شيء. ثانك يو غيدا. ميرا بنوتك لوين مسافرة الليلة؟ لندن. على لندن؟ قاعدة هونيك ساكنة؟ عايشة هونيك. بدك تسلمي لنا عليها كثير. عمرها 27 حلوة مثل أمها؟ أحلى. شو اسمها؟ تارا. تارا سلام كبير لتارا وإن شاء الله توصل بالسلامة. تارا از فلاينج تو فالنتينا روز. She's going to London. So, no, I know she lives in London. Yeah. But you are going to prepare for the production of Dancing this, with the Stars. I said I would stay 1 week mid-season. So we're now, can you believe we're, you know, show 7 this week. It's gone so fast this year. So yeah. This week we're having to prepare. We're starting to prepare now for the finals. Yes. You know, the last couple of shows. We prepare 3 or 4 weeks in advance. So a lot of work this week. يعطيكم ألف عافية. You are doing a wonderful job. شو قولت أميرة beautiful. Thank you for being there. رح نضطر نودعكم هلا بس رح نشتاق لكم. يعني كانت حلقة مثل العادة مثل ما بنتفرج عليها ومثل ما مشاركين فيها. أنتم بتحلوها. ميرسي بوكو. Thank you so much. Thank you. كيفنا معك ارزي اليوم؟ منى حقيقه صبرنا صبرنا تجينا على حديث البلد ولينا نضلنا وقالوا كمان وبازنا كمان
برونو اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. انت مغني ومخرج لبناني، انعرفت من خلال مشاركتك ببرنامج ستار اكاديمي 2004، وانت معنا الليله لنحكي عن كتابك الاول واللي هو عن جد انترستينج، وبعتقد كثير من الشباب رح يهتموا يقروه، واللي بيحمل عنوان اند ييت. برونو، بتتناول بهالكتاب التساؤلات اللي بيطرحها أي شاب بعمر ال 30 سنة عن الخيارات العاطفية والعملية، وبتحكي عن الأزمة النفسية اللي مريت فيها أنت شخصياً، وكان جزء كبير منها بسبب الشهرة السريعة من خلال مشاركتك بستار أكاديمي. وبتقول بعدين انعدام هالشهرة أو أنه يخف وهجة بعد فترة معينة. ممكن هالاعترافات الجريئة اللي حطت بالكتاب تخلي الشباب يفكروا مرتين قبل المشاركه ببرامج الهواه؟ مش غلط، يعني واحد اذا بده يفوت ياخذ تجربه هيك لايف altering مثل ما بقول، يعني بتغير الحياه، يعني حياتك قبل مش حياتك مثل بعد الشهره، وخاصه اذا كانت شهره سريعه. اكيد لازم يفكروا، بس مش معناتها انه ما لازم ياخذوا هالخطوه. يعني انا اليوم اذا برجع بفكر اذا بعمل هالخطوه، واذا برجع بشترك ببرنامج هوايات بقول ايه، لانه بحس انه هذه شغله كان بدي اياها وعملتها وما بندم عليها. ولكن دائما بحب لهم يفكروا، يعني حضروا حالهم، يحصنوا حالهم. برونو، كتابك بين ايدينا اليوم، بنشوف صورتك لك وبنشوف من خلالها بنايات هيدا شو الحضارة، هيدا الفيم، شو هو الكتاب كناية عن قصتين، تصدبتك عن قصة بتصير بالصيف بالجبل وقصة بتصير بالمدينة بالشتاء عني أنا، ولكن بيلحقوا بعضهم. يعني بالمبدأ بنفتكر إنه ما كأنه لهم صلة ببعضهم، على كل حال نشوف الأوراق كمان. فمشان هيك الكفر كانت إنه براس الواحد شو بيكون فيه، يعني صح بهالمرحلة. صح. كتابك الليلة بين إيدينا برونو اند ييت، كتاب اول من جزئين لبرونو طبال، بيلخص ب 100 صفحه باللغه الانجليزيه وبجرأة عاليه 11 سنه من حياته الخاصه ومشواره الفني، صادر بطبعته الاولى 2015 عن دار تادروس للنشر. برونو، بتكشف بكتابك عن امور شخصيه كثيره، منها قصه حب فاشله مع فتاه ولجوءك لطبيب نفسي وتعرضك لانهيار عصبي، وخصصت فيه قصه كامله حملت عنوان The Balm of My Own Messiah، بتحكي فيها عن وقوف زميلتك سنتيا كرم الى جنبك، علما انه سنتيا كانت متواجده حدك بس بدون ما تحكي ولا كلمه. She was a silent partner silent shrink، ودعمتك بشكل كثير كثير كبير. بتعتقد انه المخلص بعت لك سنتيا او جلى فيها لحتى يساعدك؟ اكيد، ما عندي شك بهذا الموضوع، ويعني انا ما بدي كثير افشى عن مواضيع، يعني نعم بالكتاب او نعم عن تفاصيل، نعم. بس مثل ما قلتي، يعني اوقات في كثير ناس بيبقوا حدك بيقولوا لك ما تخافي والاشياء رح تصير احسن، بس اوقات في شخص بيبقى ساكت وانت بتاخذي منه القوه كلها، وبتعرفي انه هيدا الشخص ما في شيء بيهزه حدك. سنتيا عندها شيء هيك بوزيتيف انرجي، وعندها انفتاح على الاخر، وعندها ذكاء، والبنات ومقدام، يعني مثل ما بيقولوا جدعه. صحيح. هيدي الكلمه اللي بحب اوصفها فيها. شو الفرق بين المساعده اللي قدم لك اياها الشرينك او الطبيب النفسي وبين مساعده سنتيا؟ يعني الطبيب النفسي عنده ابروش بروفيشنال لازم يكون. مزبوط، الطبيب النفسي بخليك انت تلاقي الاجوبه، هذا الفرق. سينتيا كان شيء اكثر عاطفي، يعني نعم. كان هالوجود مثل ما عم اقول لك انرجي من دون ما نحكي فيها، من دون ما نفسرها. بينما الطبيب النفسي بخليك تعرفي حالك، اوقات تبقي انت ما عندك الاجوبه لكل شيء عن نفسك، والكي يعني المفتاح لتوصلي لهالاجوبه كلها هي نفسك. صح. فبخليك بطريقته، هو بيدلك على الطريق تحت توصلي على بركي، بخليه يقدر سنتيا قد ايه عم تساعد. مثلا انا مش ناطره اقول له، لا بس انه بيدويلك على مزبوط. لا لا بصراحه، يعني بعتقد انه ماني الوحيد، وانا عم بقول بكتابي انه انا ماني الوحيد اللي عم بعمل شيء. لا منك الوحيد، بس عندك الجرأة انك تقولها. عندي جرأة انه بحبون انه الكتاب كمان بيحكي عن اشياء حلوه، مش بس عن اشياء ساد، يعني تو بي ديسكفرد، بس حتى تجيبوه من المكتبات. في قصص يعني كثير، في كثير من السايكولوجي، في كثير من التجربه الانسانيه، في كثير من الحب، في كثير من الامل، من خيبات الامل، بس اكيد في صعود وانبعاث من جديد اذا فينا نقول. شاء الله. عن جد شابو با برونو، وان شاء الله مثل ما قلنا لك ازياد تقام
other works و other غير أوفراج ودائما بهال هكا الحالة أنا أنطركم كلكم على البوك سايننج إيفنت اللي هو ب 16 الشهر ب 16 بيروت سوكس بمكتبة أنطوان يعني ب 16 إبريل الساعة 6 رح كون موجود رح نعمل شوية ريدينجز من الكتاب في حفلة كوكتيل وهيك يعني إذا واحد بده في بوشيات هو بده بوشيات وقصص في بوشيات لكن 16 في أنطوان بيروت سوكس بيروت سوكس وأنا بشكر كل يلي دعمونا لأنه نحن لما بنشتغل فن وبنشتغل قصص شوية فلسفية بتعرف ما كتير بخافوا بيقولوا انه ما في إلا سوق بس بحب اشكر شربل تادروس الناشر يلي هو فات معي بهالتجربه تنكتب هالخبريه وبدي اشكر كل يلي استوحيت منهم تكتب هالكتاب يلي أكيد. مثلي وبرا ويمكن ما قادرين يقولوا اكيد اكيد ومثل ما قلت هذا الكتاب بيكون موجه لهم كمان برونو يعني جود لك ومثل ما قلت لك شغله دائما للامام يا رب ثانك يو قبل ما نكفي سوا بدنا نفوت بفقرة كاريكاتور وهي فقرة جديدة لحديث البلد بهيدا الموسم وبيعرف نعيم انه من خلالها بيقدر اي انسان عبر سمارت فون يفوت على هالابليكيشن ويعمل لازم ارزة تبعتي لنا ويعمل كاريكاتور مع الاشخاص اللي بده اياهم بحطهم بالبوزيشن اللي بده اياه بالباك جراوند ويفتح بيناتهم كونفرزيشن وبيبعث لنا هالكاريكاتور ومن الكاريكاتورات اللي وصلتنا الليلة عم نشوف هون نانسي هلا كانت نانسي حاضرة من خلال غيداء نانسي عم بتقلها لنجوى كرم مين قولك بيربح بموهبة البلد نجوى بتقلها يخرب بيتهم شو حبيتهم كلهم حلوين بعدين في كاريكاتير الثاني منشوفه بين الرئيس أمين جميل والرئيس السنيورة أمين جميل بيقول أولك بيجي بريزيدان سكند تايم سنيورة بيقول له أول مرة صار الدولار بألفين تاني مرة بقديش تحياتنا الاثنين بثالث كاريكاتير منشوف هيفا وعادل كرم عادل عم بيسألها لهيفا شو في فرق بينك وبين البحر هيفا بتقول له البحر مالح وأنا حلوة وهلا حديث البلد مع سارة خازم سارة خازم أنت مصورة فوتوغرافية لبنانية وصاحبة مبادرة التقاط أرض الأحلام أو Capturing Neverland اللي كرست آخر 5 سنين من حياتك إلها ومن خلالها بتساعد أولاد الشوارع والأيتام عبر التصوير زرت لهلأ 11 بلد شملت هالزيارة لبنان المغرب النيبال جنوب أفريقيا كمبوديا كينيا تنزانيا فيتنام تايلاند ومنغوليا ومؤخرا عرضت 54 صورة تحت عنوان اقتطاف أرض الأحلام بقصر اليونسكو سارة الولاد اللي بتلتقطي صورهم عادة بتتراوح أعمارهم بين 8 وال 17 سنة ومدة المشروع بكل بلد ما بتتعدى العشر أيام كيف بتقدر عدسة الكاميرا تنقل هالأشخاص لعالم الأحلام أو تحدث تغيير إيجابي بحياتهم الولد اللي بتشتغلي معه من جمعية خيرية اللي بيكون قبل كان على الشارع أو قبل كان أهله تركينه انحرم من خيال وهذا الشيء اللي بحاول أعمله بكابتشرينج نيفرلاند من خلال التصوير كل شيء هن بيشوفوه بطريقة مختلفة نقدر نحن نشوفها نعم. ما في شيء restrictions عليهم شيء limit غير أنه يفرجونا الخيال من خلال هن بشو بيشوفوا يعني نظرتهم هي بحد ذاتها للأرت هي الخيال هي الحلم هي الامل اللي بتشوفه المحل ما بيكبروا فيه يعني هن انحرموا بكل بلاد 200 ولد اللي مشتغله معهم لهلا بحس انه الايماجينيشن خيالهم اللي هو كانوا محرومين منه فهذا الشيء اللي خلاه يكون اسمه البروجكت كابتشرينج نيفرلاند انه هول الاولاد من خلال التصوير عم بقدر اشوف خيالهم شو هو اللي عاده ما حدا بيركز عليه
صح، انحرموا من طفولتهم هن. اكزاكتلي. وانحرموا من القدره على الخيال او القدره على كثير اسرع من الفرح. وانت مستوحيه هالقصه من بيتر بان، اسطوره بيتر بان ومن نيفرلاند او ارض الاحلام اللي الانسان ما بيكبر فيها. ما بيكبر فيها، وهو اصعب شيء بس تخسره، يخسروا هالولاد هالطفوله لانه هالشيء بيرافقهم كل حياتهم. مين بمول هالمشروع؟ الكل. Good question. ما في حدا معين، ما في مؤسسة أو شركة، كله أنت كله. أنت حسابك الخاص. No, no. كله أشخاص بيعرفوا من لما بلشت بهذا البروجكت. يعني في عالم من 5 سنين متابعة أنا شو بعمل وبيضلون يساعدوا، وفي عالم جديدة، ودائما لأنه شخص عم يعمل هذا الشيء فبحس في سبورت أكتر. يعني مش مؤسسة كبيرة عم تطلب تبرعات، مع إنه المؤسسات ممكن يجي تبرعات اكبر بكميات اكبر واقدر اشتغل مع اولاد اكثر، فبتكون بيرسونال اكثر. واوقات بعمل ايفنتس، اوقات بطبخ لاصحابي ليتبرعوا بالشيء. سو كلها اتس ا بيرسونال مبادره خاصه. مبادره خاصه بس في ناس عم بتساعد. اكزاكتلي. مجموعه عالم. I'm in. انا كمان I'm in بالطبخ. هل بالطبخ؟ بحب لا بدها تساعدك بس تعملي عشي، بدها تعملي بتعملي اكل طيب. بعملك دبلة وبتبيعيهم و هلا عامله ايفنت ب 20th of April ندوقهم باندي. ليك ما صدقت تغري، قالت لك يعني 20th of April شو بدك تعملي لنا بس؟ 20th of April شو ما بدكم؟ شو 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 السبيسياليتي الطيبه اللي بتعمليها؟ كل شيء، كبنيه، هريسه، فريكه، مغربيه، مغربيه، ملوخيه. هذا بلش يتوحم، ما حدا بياكل بدك تدفع حقهم. طيب ندفع حقهم اذا طيبين، ندفع حقهم ليش ما وشغل ارزي يعني بيجيك زبونات كثير منيح. ساره قبل ما نكمل معك خلينا نشوف سوا مشاهد من جولاتك مع الاطفال بعدد من الدول. بلاير باسم. I will be stronger, they'll call me freedom just like a waving flag. لانه عندك مشاريع قادمه كمان. هلا ماي نكست بلان بلبنان، بدي ارجع اعمل انذر جروب، انه اعلم انذر جروب اوف كيدز، وذاتس واي كنت عاملها للارز رح تجي اكيد، بس بلا الطبخ هالمره. الايفنت باندي بابريل 20th حيكون رعايته لنعلم الجروب الجديده بلبنان، واكيد في كثير بلاد بعد على الليست بهي جيرني. بس شوي بتقولي شوي انك حابه تزوري سوريا والعراق بس الاهل بينشغل بالهم كثير وما عم بي الصراحه انا عندي جرأة اروح بس العالم اللي حوالي دائما عم بيكونوا انه يقولوا لي مش ظابطه هلا، بس بحس انه ممكن اعملها. يعني اللي بيروح على كل هول البلاد اللي رحت عليهم بدون ما يعرفهم ولوحده، ما بحس في يكون شوي ريستريكشنز انه تعرف منطقه معينه يعني بسوريا ممكن يروح عليها ما تكون كثير دينجرس، ممكن كثير روحها. Take me to my dream. Love is everything. Where there is no war and the children sing, love is all around. It's the only thing in a dream that must come true. Sara. مع جولات اكبر وانت كمان عم تقدري من خلال هالتواصل وهالصور تعملي ايفنت وفند ريزنج وتطلعي مصاري وتساعدي كمان الاولاد اللي بحاجه. رح نستبقيك معنا هلا. حديث البلد مع أن ماري سلامي.
شعل حلو أول شيء، وأهلا وسهلا فيك بحديث البلد. ربيع كنت هيك رقبته شوي وجعته من أي ميلة كنت عم توجعك الرقبة؟ ما بقى أنا ماري سلامة، أنت ممثل لبنانية شابة، اكتسبت شهرتك بأدوار رئيسية بعدد كبير من الأعمال المسرحية والدرامية بلبنان، إيران، سوريا ومصر واليابان. يابان؟ باليابان كمان؟ اشتغلت هون، كان مخرج ياباني مسرحية من بطولتي، عملنا وركشوب عن النو سياتر، وساعة بالحظ إنه المسرحية تكون من بطولتي وأخذت رهجة كتير كبيرة، بس للأسف في أشياء بتنعرض بس ما بينعملها بروباغندا اللازم. صح. شو اسمه؟ بدي أعرف اسمه للمخرج. كتير هاي اسمه نوهيكو أمي واكا. شو رجعي أول اسمه صغير شو؟ نحن حفظناه. نوهيكو أمي واكا. فيك تقوليه كذا مرة ورا بعضه؟ نوهيكو أمي واكا. لا بس اسمه صغير ورا بعضه. نوهيكو. يسلم. لا مثلي وماسك الدور مضبوط، بس بيقول إنه غير إنه الشهرة اللي اكتسبتيها كمان عندك قدرة شفائية، لأنه هلا ربيع كان عم هلينق ورقبته عم توجعه هيك شوي، هلا شوف وين كان الوجع. أصلاً في ناس عندهم قدرة شفائية، دي جريسار كانوا بس يحطوا إيدهم على المريض. شو قصدك؟ حط ايدك على ما بعرف متى اذا رجع هلا اذا حطيت ايدي على هالميل شو بصير؟ شو صار؟ كهرب ما راح، ما في خبيط عم برز هيدا على التمارين المكثفة يعني بدها شوية. كيف الانرجي رجعت دبت فيه من جديد ورجعت له البسمة. حصدت تكريمات أن ماري وجوائز على أدوارك المحلية والإيرانية، شو النو ثياتر؟ النو ثياتر هو السبيسيفيك للمسرح الياباني، يعني على طول بيعملوا مديتيشن قبل ما يفوتوا على أي دور بيعملوه. نعم. وعندهم رقصة خاصة فيهم. نعم. بالأغلب بيستخدموا الماسك. نعم. وبيشتغلوا بالجسد، بس كأنه هيدا الماسك هو وجهك الحقيقي، ما بتقدري تميزي بيناتهم. توت عم بيقول انه النعيم قبل ما ياكل سوشي بيتامل كثير، بيعمل مديتيشن طويله انه ما بيقدر اذا ما عمل شيء نص ساعه. كيف معقول تعمل مديتيشن للسوشي؟ ايه للسوشي بكون قدامي وهيك. لا قبل ما تاكل بكون عم بحس بنوع للمديتيشن. لا بس بكون عم فكر وهيك امتى بدهم يجوا، واذا تاخروا بصير في نوع من الغضب، فبتصير تتحول عندي لطاقه سلبيه اكثر من طاقه ايجابيه. ما بتقدر تعمل ولا مره زبطت. حصلتي تكريمات وجوائز على ادوارك المحليه والايرانيه، وانت معنا ليله بحديث البلد لنحكي عن اخر اطلالاتك على شاشه الام تي في بقصه ابناء وقتلة من سلسله ابرياء. ولكن ان ماري بتعتبري الممثل مثل العجينه اللي لازم يلبس كل الادوار، ليش عم بيلبسوكي ادوار الشر دائما والبنت السكسي؟ هلا بنت سكسي شوي بنفهمها يعني مش شوي كثير يعني. طيب بس ليش ادوار الشر يعني صارت شوي مرتبطه؟ انا لعبت عده ادوار بس. نعم. الفرق انه مثلا في ناس بتتابع تشانلز معينين. نعم. بخسر نوع من جمهوري يعني، مثلا لعبت بالغالبون محجبه، بالايران المحجبه لعبت انه بساره البنت شوي متمرده بس انه مغرومه ورايحه خطيفه، لعبت بغلطة عمر الفيلن بس بطريقة شوي خوطة. بس أنا بلاقي إنه يلي بيلعبوا أدوار الفيلن هن قلال، وطيحطوني بهيدي الخانة إنه علمت عند الجمهور. صح. قلت كتير لا بس بالنتيجة بدي أشتغل. صح. أن ماري قبل ما نكمل منشوف سوا مقتطفات من دورك بأبناء وقتلة بهالبلاير. أوكي ما تكفي بلاير باسم. ريتا فيك تطولي بالك وتفهميني ليش طالع جنونك من الصبح؟ ما في شيء عم بيزبط معي، شو بدي انا بهالعلقة؟ رح احمل حالي وامشي، بكفي يلي صرت شايفته. وقصاي رح تتركيه بكل هالبساطة؟ صحيح، انت كيف بتفوضيها لسناء على ابنها او جوزها؟ ما كنت خايفة تكون عم تخدعك؟ لوين؟ ما يمكن يكون أنا عندي حل لإلي؟ ما بدي ليلى، ما بدي شي منكم، انتو عالم كذابين ومريضين ومعقدين، كلكم بدكم حكيم نفسي. قولي له للأستاذ قصاي إذا بده ياني معه رقم تليفوني، بس أنا ما بقى قطع صون، خلص
سوري. خسهي معه رقم تليفونك ونعيم مش حرام؟ ما معي رقم تليفونه، ما معي شيء. ولو؟ يلا طيب. من جد وجد. اها بدك تشتغل تعمل ايفور هيك كيف ما كان. ان ماري انت حاصله على دبلوم دراسات عليا بالفن الدرامي من الجامعه اللبنانيه، واليوم كمان في شيء مشترك مع برونو، بتكتبي خواطر باللغتين الفرنسيه والعربيه، فينا نسمع منهم شيء؟ بالذاكرة حفظتيهم ولا؟ أنا حفظتهم بس بما إني perfectionist على طول بتلم. لا دايما أحسن خليته أحسن يكون إنه ما عليه يعني 100 مرة جابين ولا مرة الله يرحمه. معك حق 100%. بدنا زقفة لأن ماري حتى أنا من عمر 15 سنة بكتبون وبسميهم خواطر شعرية لأنه احتراماً للشعراء الكبار، لأنه رح ينتقدوني ويقولوا مسمية حالة شاعرة. أنا مسمية حالة ممثلة وبقول هول خواطر. بعتبر يمكن هيدا أجرأ قصيدة كتبتها وآخر قصيدة كتبتها. آخر قصيدة كتبتها السنة بس بعد؟ إيه أكيد. Yet to come. The best is yet to come. Yet to come. Always. Yet to come. The best is always yet to come. As always. Okay. Anne-Marie. هروبي منك هروبي من حياتي، رجوعي إليك رجوعي إلى ذاتي، خلوتي بك خلو ناسك زان عاشر البرية بندم فان، ويحه الله بعصاه ينادي، ويحه قلبه بفكره يناجي، اغتسل بمطهر مزيف انزوى ببر ملوث، اختبر إبليس بعتمة الوادي، انتهر الجنة بثعبان الماضي، وركض محنطا بخانوت مزين يهلل الترانيم كذبا بخلفة. ربيع شو رأيك؟ لا هي شاعرة. شاعرة مش بس خواطر. كثير حلو بس ما فهمت شيء. حلو كثير بس أنا عزمتك زوريني مرتين بالجمعة. شو بدك؟ ضروري. أخي دبلت لنا قلبنا. بالتمثيل حزينة، شعر حزين. لا أنا عشت لأنه بالحياة بدل اضحك إنه بجسد تحزني بها. يمكن كنا فهمناها أكثر لو بالفرنسي، ما عندك إياها نسخة. عندي حافظة واحدة بالياباني، عندي حافظة واحدة بالفرنسي. إذا بتحب أستاذ نعيم تحدي جو بوديغ. شو رأيك؟ متر نار شو أنار متر شو متر نار شو أنار فرنسي. أوقات اللي بتفرحي فيها قال له يلي بالفرنسي، قال له يلي بالفرنسي بس وي 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 أليزي أليزي يا نساء أبو كمان متشائمة سوري. لا طيب أوكي. جيسبيغ نو با إسبيغي كورير سان بوفوار أغيتي مورير سان كوميتر أن بيشي فييير سان أفوار إيمي. هن لانه مكتوبين بالاساس بالفرنساوي يمكن الترجمه تبعيتهم بتفرق شوي. هيدي مش هي ذاتها. لا لا بعرف بعرف انه قصدي هيدي حسيتها كثير. ما خلصت. مورير سان افوار امي سان كوميتر ان بيشي يعني. لا لا سان كوميتر ان بيشي اوكي. لا عرفنا انه هو شيء سان افوار امي عم تلج امي. هلا انت بتطمعي اليوم؟ لا هلا هو ما فرقت معه. اوكي بس فرقت معه بيشي اكثر. فرقت معه بيشي اكثر بس تخلي الشيء فكر هو انه سمكه مشويه بس تخلي كوزاني بالكوليس الا لمامي انه مش مسربه على البيت رايحه معك يعني. يعطيها علم وخبر لانه كثير بتخاف. شو بدك تقولي له بعد لنعيم؟ Me voilà devant toi. Oui. Feuille blanche-moi. Déchire-la mille fois juste calcette sa foi. Calcette? Calcette. بلشنا بالكالسات منيح. Émotionnel, n'est-ce pas? Oui. On peut déchirer autre chose. J'hésite faire le pas. Je sais que ça ne va pas. Exigeant cela ou pas? Au revoir, mon seul espoir. Après toi, tout est noir. Le matin comme le soir. Prête-moi ton entretenoir. عبرنا ربك عبرنا ربك. مش معقول هو بتعرفي بالاكاديمي فرانسيس هو بوزع الجوائز.
قطعم بس بما انه موجه كثير هيك يعني لو شو ما كانت لو عم بتسبني حبيت انبسط فيها. ان ماري سلامه رح نعمل لك انترفيو خاص هلا. اوكي ان ماري سلامه وانترفيو نعم لماذا؟ ان ماري بسرعه رح اسالك سؤال بتجاوبيني بنعم او لا، واذا كان الجواب نعم بسالك لماذا، واذا كان لا ما في لماذا خلص بنرجع نروح على الجواب. سؤال ثاني انا هون نعيم خلصينا ما اقول لا 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 حرقب قلبك يا حلاوه. انا بدي ساعده جاي بدي ساعده احسن من انا كنت ناوي اجيب له معي انه مرتبان حلاوه بس قلت انه بركي ما بيحب الحلاوه بحب يكون هو بس الحلاوه. ما بعتقد مرتبين حلاوه شي مره بيمسك مرتبين حلاوه معه هون الحلاوه بتاكل حلاوه مش معقول حتى مرتبين. رح تعملي عمليه تجميل؟ لا ماني بحاجه ما في محلات هون. عندك بعض العتب على المنتجين؟ اجل نعم. ليه؟ لانه لماذا؟ لانه صار عندهم كليكات وعم بيحتكروا الجروبات تبعهم وعم بينعادوا هن ذاتهم وبذات الادوار على الشاشه، وفي دائما انه معنا ممثلين في كثير طلاب عندهم كثير قدرات وتخرجوا وما عم بيلاقوا شغل، ما عليه اذا بيشغلون. صداقاتك بالوسط الفني قليله؟ اجل اجل. لماذا؟ لانه تيتا بتقلي ما في عدو يا ستي الا عدو الكار. شو بتعرف تيتا اشياء. بس زيدوا واحد اليوم. نعم بس زيدوا شخص اليوم. مين؟ اصدقائك؟ زبطت عاتهم. انت عدوي؟ لا اصدقائي. افتكرت عدوي. ما عندك صداقات؟ انا مش عدو حدا. عم بقول انه زادوا واحد صار عندك اصدقاء. هو اكثر من صديق هلا. هلا هو صار بده يعلمني الدانس شخصيا. ها ها مش راجع على البيت الليله رمي. ليك راجعين؟ انا كنت سوري كنت قاعده هونيك ما كنت عم بقشع. احمر وجهه هيك انا وقاعده حده ما بتذكر. لا صراحه ما هيك مش لهالدرجه. صح لهالدرجه بس فرجتينا ارزي ارزي بس فرجتينا التاتو اول شيء لكون معك صريحه. بس بعدين مشي حاله رجلك. ايه هون شفته تلبك صراحه وحمار بس بعدين مشي حاله رجلك هو ومازن. هلا لا مازن هو الفولار عن الرخلي على وجهه مشان هيك. أصبت بصدمة عاطفية؟ أجل نعم. لماذا؟ لماذا؟ كنت رح أسألها اللعبة. بده يكون جوابي قاسي باس سريع البديع. ليه خليه يكون قاسي؟ اللي بده يصدمك اصدمي. لا لانه المثل اللي بده اقوله كثير بشع. ستك كانت تقول قولي. لا مش سته يعني هي كتابيا بتقول انه لا ترموا جواهركم امام الخنازير فتدوسوا عليها وترجع اليكم. كثير مزبوط. ان ماري ان شاء الله بنشوفك باعمال جديده وبتالق دائم دائما بتستاهليه وباعمال كتابيه كمان. ان ماري بدنا نتمنى لك التألق والنجاح بكل الأعمال القادمة وتحصلي على تكريمات مثل اللي حصلت عليها اليوم. عندك عملين دراميين رح يكونوا برمضان. واحد برمضان اسمه سبعة من بطولة الله راد لشركة إنتاج عربية، وصولوا الليل الحزين. وصولوا الليل الحزين لشركة أم أند أم. دور جديد فيه شوي فيلن بس لا يعني ما في وقت كثير لاشكر كل الاشخاص. بدي اشكر يعني بالعملين كاتب والمخرج والمنتج. اوكي يعطيهم الف عافيه. بدنا نشكرك لك انت لانه كمان شغل التمثيل مضني جدا. وبدي اقول اللي بحب يتواصل مع ان ماري لانه صار عندها كثير صفحات رح تعمل ويب سايت جديد خاص فيها اسمه www.anmarisalame.com بس هلا يتواصلوا علي على الاوفيشال بيج اللي هي اماري سلامه. اوكي لكن اماري سلامه وان شاء الله كل شيء بتعمليه بيطلع حلو بالسلامه. ميرسي انت كمان. ثانك يو. ربيع بعتقد هلا ما عادت رقبتك عم توجعك، صرت بدك تفل لانك شكلك خايفين من المدام على هالقعده القعده.
أو لك إيه؟ أو بده أرجع داوي مرة تانية. شرفي. خليني أروح على البيت. خليني أروح على البيت. أو لك بتنامي محافة؟ إيه أنا بقول هيك أكيد. إذا فيت على البيت إيه؟ أنا خيفانة. والله عم بتصوروا؟ تحياتنا الكبيرة لمدام تاف لحضورة. قديش انت حدا قريب وقديش انت حدا ايجابي و thank you for being here معنا اليوم. شكرا كثير. شكرا كثير. Nice to meet you. وهلا حديث البلد مع تامر عاشور. ازيك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. انت مغني ملحن وموزع موسيقي مصري، انطلقت فنيا كمغني وملحن سنه 2004، لمعت بالتلحين وغنوا لك نجوم كبار بنذكر منهم شيرين عبد الوهاب، اليسا، اصاله ومحمد فؤاد. حقق البومك الخاص الاخير عشتي معك حكايات وبطبعته الرابعه اعلى نسبه مبيعات بمصر، اسم الله، وتم تصنيفه باستفتاءات جماهيريه بمصر كمان كافضل البوم، وتسميتك انت كافضل مطرب بين 2014 وال 2015. الف مبروك. الله يبارك يا تامر. تامر بتقول انك بالاصل مطرب، بس نجاح الحانك مع مطربين غيرك فرض عليك حاله خاصه. اليوم هالمطربين يعني بس يكون الانسان مغني وملحن بنفس الوقت، بخافوا المغنيين الاخرين انه يحتفظ بالالحان الحلوه لحاله وما يعطيهم اياهم لهم؟ مزبوط طبعا. هم يعني هم بيبقوا في حاله من الخوف، هو بينقي لنفسه الاغاني الاحلى عشان هو يغنيها، بس ده غلط طبعا، لان في الاخر ببقى انا عايز اللي يليق عليا غير اللي يليق على اليسا غير اللي يليق على هيفا يعني. صح. ففي الاخر انا بحب الحن عشان انا بحب التلحين. نعم. مش عشان هو مهنه يعني، انا بحب الحن وبحب اسمع الاغاني بتاعتي بصوت شيرين، صوت وائل جسار، صوت صوت برونو كمان. خلاص ان شاء الله. انت مش سامع صوتي بتسمع صوتي. ما بعرف الحن لغيرها، رح تاخذها اكسكلوزي. على كل حال برونو، نحن نسينا نقول انه في عندك هلا كليب كثير حلو، كواندو كواندو، انت و MTV كمان. انت وسنتيا عم بيقطع الام تي في كثير حلو. هي ثانك يو. يعني مثل كل اعمالك. هلا انت صراحه ارزي اكيد رح تعمل يعني تصير مع يعني على طول، بس بدنا نحن نعمل نيغوشيشن معك الليله. في عندنا استاذ نعيم صوته حلو كثير. فوزي ابو لوزي هو عنده كاركتير. ولو يا اخي مش سامع بفوزي ابو لوزي. لا فسامع والله. اها طويل اغاني. بدنا ناخذ له لحنين، بدنا نشوف اذا بتعمل له سعر فيه. حاضر. يعني عايز حدود كام بالظبط عشان بتفرق معايا؟ باللبناني ولا بالدولار؟ عشان لو كده مدي يومين ولا جنيه ولا عشان يعرف. بالدولار من 100 دولار ل 150 دولار. لا انا ممكن اعملهم لك عشان خاطر بس. بس كادو 150 دولار عن جد انه لمي له هدول 3000 دولار اعطيهم لإله. بتعرفي مين بده هلا؟ يقبضني شكلك وموديلك والوانك. حقيقة يعني بنرفع لك القبعة انك بهالسرعة قدرت حتى تعطي كل هالاصوات الجميلة وتعمل هالنجاح لإلك. واحنا عندنا نجوم كتير، ملحنين كتير عندهم جميع الاذواق، فليه ما نستغلش ده يعني؟ ما مش هعتمد على نفسي اعتماد كلي يعني. معقول انت تاخذ من فوزي ابو لوزي لحن؟ اخذ من فوزي ابو لوزي ما كنتش. لانه فوزي بيلحن كثير حلو. هلا هلا اذا بيعطيني مجال هلا بطلع لك لحن يعني، اعطيني بس دقيقه هيك اختلي بين خلاص. طيب عندك دقيقه بكون لحن نسمع اغاني تامر. ايه بهالوقت تكون بهالوقت بليز ركز انت بس ما تحكوا انت ما في الشعر هون كتبت لنا اياه كمان. اه كمان في شعر بس هو انت صعب اللحن هلا. تامر قبل ما نكفي ونسمع اللحن اكيد الرائع هلا انا ومازن نرقصهم عليها كمان ترقصوا لهم عليها. بدنا نسمع مجموعه من اعمالك اللي غنيتها واللي لحنتها لاخرين بهالميوزك ستوري. اوكي اوكي نعيم ما تروح وقت. وفر على نفسك اي كلام علشاني تسلم، لو متهيئ لك هرجع تاني تبقى بتحلم.
طبيعي علي أشوفك جاي علي اللي في بالي يا حبيب أنسى بروح حقيقي الوحدة بتيجي وتنسى كلام صوتك واغني بصوت الفنانه اليسا واغني بصوت الفنانه اصاله والاربعه رائعين. يعني اذا كده البدايه ايش حال يعني لبعدين يا تامر؟ ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي فيه حاجات كتير احسن ان شاء الله ان شاء الله. بس بدنا نشوف اذا حضر لك نعيم اللحن بهالوقت واذا رح يعجبك كمان. هلا لحن ولا كلام؟ كلام كلام. الانسه ان ماري سلامي الفنانه. نعم بس بدك تغنيه. ايه هلا انا لانه بأرض يعني دغري. أوكي أوكي. هي بتقول هروبي منك هروبي من حياتي. ألحن طب؟ أي لحظة هلا بلحن. هروبي منك 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 هروبي من حياتي رجوعي إليك رجوعي إلى ذاتي هروبي منك منك هروبي من حياتي رجوعي إليك رجوعي إلى ذاتي خلوتي بيك خلونا ناسك زاني عاشر البرية بندم فاني. يعني تامر حضرتك بتقدر يعني الملحنين التانيين، ايه رايك باللحن؟ عن جد جمله جديده يعني ما تعملش كده تاني. جمله موسيقيه جديده خلص. اول مره واخر مره. تامر قدرت تحقق نجاح كبير بظل الظروف اللي عم نعيشها بالوطن العربي واطلقت مؤخرا كليب لاغنيه ماليش حل. يا ترى بتتاثر نجوميه الفنان بحسب مواقفه من الاحداث السياسيه؟ اكيد طبعا اكيد بتتاثر كتير. وبعدين بس انا شايف دلوقتي ان الناس خلاص بدات السياسه تبقى في حته والفن في حته يعني الشعوب لازم تعيش كده يعني. والله مش عشان انا في بيروت بجد، بس لازم كلنا نتعلم من تجربه الشعب اللبناني يعني. طبعا في انقسامات كتير بس هم عايشين الحياه محبين الحياه والفن، فلازم احنا كمان في مصر نتعلم من التجربه دي. وبدانا اليومين دول ان احنا فعلا خلاص في فن بينزل كويس بينجح، في حاجات ما بتعجبهمش بيقفلوا عليها ولا كأنهم سمعوا. تامر مثل ما سمعنا هلا شيء من نعيم يعني بس مش مثله ابدا يعني. قبل ما نكمل حوارنا بدنا نسمع منك شيء من وحي زيارتك للبنان. للبيروت. اها بيروت. وينك يا حبيبي؟ بعدك يا حبيبي؟ سرنا الحب الصارخ سرنا المسافات، اشتقنا للأيام السعيدة، أيام السهر عالطريق، عشقة سير ومشاوير بعيدة، الله ونتلاقى بالمطعم العتيق. يا هوا بيروت، الله يا هوى الايام ترجع يا بيروت، ترجع الايام ترجع الايام. الله يا تامر، الله يا تامر. وجايب اللهجة اللبنانية وعن جد. تامر بتقول انك بتحلم تلحن لمحمد منير يعني مع حفظ الالقاب للفنانين وانغام وعمرو دياب، بس صرحت انه عمرو دياب هو المطرب الاول بمصر وما له منافس. ما بتخاف انه هالموقف يخلي غير فنانين ياخذوا هن موقف منك؟ لا الصراحة ما فيهاش نقاش يعني. عمرو دياب تاريخه وعدد السنين اللي هو اشتغل فيها وعدد الالبومات وعدد النجاحات وعدد الجوائز، يعني المثل مش على عمرو دياب بس، على اي فنان على اي ممثل اكيد. صح. يعني كم الجوائز وكم النجاحات والعمر الفني بتاعه استمرارية. هو اللي بيخلي ان ده يكون رقم واحد او يعني انا ما اقدرش اطلع اقول انا رقم واحد، صعبه يعني. نعم عمرو دياب هو الوحيد اللي يستاهلها عشان هو فعلا بقاله كتير بي بي قديش عمرو دياب قديش عمره دياب؟ قديش عمره دياب؟ عنده كام سنة؟ عنده كام سنة؟
بتمنى لك كل التوفيق بكل اعمالك الجايه، بس بعد في لك كارت من حديث البلد. تعرفت على كريستين؟ مقدمين كريستين؟ شفت كريستين؟ لا نتعرف على كريستين. طيب اوكي رح ندح له حتى نتعرف. كريستين كيف تعمل؟ كيف نما؟ ميرسي كريستين. بونوي. تامر شو مكتوب على كارتك؟ أغنية تتمنى لو كانت ليك غنيها. دي فارق الكعب وتعملها وصاد الدنيا تقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكره بشروطك دي بشره خير قوم نادي عالصعيدي وبناخد قلب صعيدي والشباب الاسكندراني اللمه دي لمه رجالي وانا نادي مع السوهاجي والسيناوي والقناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبات جمال ما توصيش السوايس الدنيا هيصه كده كده واللي اسمع علاوي يا ما كادوا العيده سلم لي عالشرق واحنا ويا بعض اقوى واحنا ويا بعض اقوى وامان. حلو حلو حلو. بعتقد تامر ما في احلى من هيك حتى ننهي سهرتنا معك الليله من حديث البلد. موفق ويعني على نجاح ونجاح اكبر واكبر يا رب. وهيك بتكون حلقتنا لليله من حديث البلد انتهت وضيوفنا لليله كانوا تور فاركيشان.